الكورونا في ناس اعتبرت ان هي خلصت، فشويه الوعي اللي كان عندنا الفتره اللي فاتت خلاص بقينا نتخلى عنه شويه بشويه، شويه المحاذير والاجراءات الاحترازيه بقينا ما نهتمش بيها، بما فيها كمان المالتي فيتامينز والمكملات وكل شيء من شأنه ان هو يعزز المناعه. فالى الى اي درجه الكلام ده مش مظبوط؟ لا طبعا مش مظبوط ان انا مش اعزز مناعتي، مش بس عشان كورونا. احنا دلوقتي سمعنا عن الفطر الاسود، والناس اللي بيسيبوا من الفطر الاسود الناس اللي مناعتهم قليله. استجد علينا دلوقتي جدري القرود اللي بتسيبهم المناعه القليله. هو القصه مش بس كورونا، احنا عندنا فيروسز وعندنا فطريات قاتله. لازم طول الوقت اعرف اعزز مناعتي ضد اي حاجه، ضد فيروس، ضد بكتيريال انفكشن، ضد فنجس، فطريات، ضد حتى خلايا سرطانيه. لو انا مناعتي قويه نقدر بشكل ما نحارب اي جسم غريب دخل الجسم. طيب ازاي نقدر نقوي مناعتنا؟ وبقول ان المناعه ده اهم جهاز من اهم الاجهزه طبعا اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، عشان ده الحرق الحيطه السد بقى. أي حاجه دخلت عليا الانتي بوديز بتاعتي والخلايا المناعيه يبتدي يهاجمها. طيب ايه المشاكل اللي بتؤدي الى نقص في المناعه؟ زي ما انا قلت، زي ما انت قلت يا كريم، ان عدم ان احنا ما نعملش الحاجات الاحترازيه. الحاجات الاحترازيه ان احنا لازم طبعا ننزل بكمامه، لازم لما نرجع من بره نغسل ايدينا، ده مهم جدا، غسيل الايد من بره، لان بيقول لك النمونيا كان في علاقه بين ان انا برجع من بره ومش غاسله ايدي بالالتهاب الرئوي اللي هو النمونيا وعدم النظافه. لازم ان انا اشرب ميه كويس قوي عشان ما اعرضش جسمي الجفاف، لازم امشي العب رياضه لان ده بيعزز لي جهاز المناعه. ولازم عدم الافراط، برجع اقول بلاش افراط في الانتيبيوتكس ولا افراط في المسكنات، وعدم التيك بتاع الكورتيزونز او ادويه مثبته المناعه غير تحت اشراف طبيب. تمام. الادويه اللي فيها كورتيزونات ما بناخدهاش كده مع نفسنا، لان بيبقى ليها دوز، ولما بتيجي تبطلها ليها دوز، ما ينفعش كده نتداولها كده مننا لنفسنا.